عودة على تنديدات المجتمع الحقوق الدولي عندما نستذكر رأي المفوضية السامية لحقوق الإنسان، منظمة العفو الدولية، اتحاد البرلمانيين الدوليين، بيانات التهديد للبرلمان الأوروبي، فضلا عن تساقط متواصل لحزام الرئيس يوما بعد آخر بالشكل الذي ربما حزيبات، حتى نقول أحزاب، تقف فقط إلى جانب رئيس الجمهورية اليوم. ما الذي يجعل السعيد ماض في مشروعه؟ هل هو إيمانه أم فعلا مشي الهاوية؟ يعني هو أكيد قيس سعيد اليوم ليس قيس سعيد 25 جويلية. فهو كل القوى التي كانت من حوله، يعني تقريبا يمكن أن نقول أنه قد نفذ رصيده، لأنه اليوم الناس اللي كانت مؤمنة بمشروعه أو أمن في أن يصبح شيئا ما، كان بالكاشف أنه ليس هناك أي إمكانية هناك اي امل يرجى من هذا الرجل. لكن هو استفاد في البدايه من انقسام النقطه التونسيه، انقسام الشارع التونسي، انقسام تفرق احزاب، يعني مع هو اللي عنده قوه معه، لان الجانبين من الامن ومن الجيش يعرضوا ما يفعله قيس سعيد. ولكن في البداية كان المؤتمر يوم 20 جويلية، والمؤتمر اليوم ليس هناك لقاءات وتجمعات تقارب وجهات النظر داخل العائلة الديمقراطية وتبشر خير. الفرقة الاختلاف السياسي المعاصرة يستفيد منه لا قيد سيد، بل بالعكس يمكن أن تقول ونحن نرى مؤسسات الأخرى. لخص الكلام تاعك أنك رغم مضي رئيس الجمهورية تقولين باستفاقة أحزاب المعارضة ثم تقارب كبير ما بين مكوناتها، ولكن إلى حد الساعة هذه لم تنجح، رغم ما سمعناه تقريبا البارحة من خلال ندوة المساندة للأستاذ البحيري وما ذكره الأستاذ نجيب الشابي من كون المعارضة تقترب من تأسيس ربما جبهة سياسية. لكن على الواقع لا يزال رئيس الجمهورية بسلطة الأمر الواقع هو الفاتق الناطق، حتى أنه كثيرون دونوا وهو رئيس الجمهورية يطير إلى بروكسل، يقولون بأن كل السلطات سافرت إلى